هلا 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 هلا، والحوش والبيت امتلأ. مساء العافية عليكم، مساء الجمال، مساء السعادة، مساء المحبة. ولو ما بقى من المساء شيء، الليلة كملت ما تبقى من الليلة. إن شاء الله كانت ليلتكم حلوة ومليئة بالأمان والاستقرار والمحبة والسعادة والسلام على كل من يتابعني الآن. بنات، خدت شاور طبعا، ما اقدر ما اسولف لكم على اهتماماتي مثل ما عودتكم، جسم، شعر، بشره، وتفر، اي شيء. اليوم وللمره الثانيه طبعا على التوالي راح اكرر لكم تجربتي مع منتج راقي جدا ورائع وحلو بنفس الوقت، كيوت. تذكروا سوفت كيوت؟ من تتذكر بيكم اي وحده من السنافر؟ شوفوا هذا البوتيت، اليوم عندي لكم بيه خبرين، الأول حلو والثاني ما حلو. قولوا شنو الخبر الأول؟ إنه هذا الجميل اللي حبيناه، اللطيف اللي دائما بنات، عن هذا السوفت فود. شوفوا هذا أول شيء أذكركم به، هو أنتي بكتيريا للقدم، وأيضا مرطب للقدم ويحارب التشققات اللي موجودة بالقدم. أكيد المرأة عندها جزء مهم لا يتجزأ من الجمال، قدمها وجمال المرأة بقدمها. دائما وأكرر وأقول وأعيد، بالنسبة لي 3/4 جمال المرأة بقدمها. فأنتي بإيدك تحافظين عليها تكون حلوة، تكون ناعمة، وتكون دائما فول ترطيب. هذا شوفوا ايش قد أول شيء، هذا الأظفر أدري بيه، أحد يقول لي رايح أوكي راح لكم فدوة على أساس اليوم أسويه بس ما سويته فتجاهلوا. أوكي، هذا الجميل باعوش قدوته، اللي بيه 3 روائح، الأول بالتفاح والثاني بالفراولة والثالث بالخوخ، بعد رابع أوكي العسل. تمام، اوكي بنات، اول شيء اذكركم بفوائده. هو شوفوا مكون من مجموعه فيتامينات كلها مغذيه للجلد وايضا لمنطقه القدم، فيتامين سي، فيتامين اي، وزبده الشيا. هي هاي بروحها زبده الشيا موضوع، يعني حجمه صغير كلش، يحارب لك كثير من الامور ومن المشاكل اللي تعانين منها بالقدم، خصوصا اذا ما كنتي من رواد الصالونات وتهتمين هوايه بقدمش، تقدرين تستخدميه بالبيت وياك بالجنطة بالسيارة. الخبرين الحلو والمحلو بعض. الخبر المحلو، خلينا نبدا انا دائما الخبر المحلو حتى اقفلها وياكم بالخبر الحلو. الخبر المحلو للاسف في ظل بلد ما بي رقابة يتكوب اغلب المنتجات تتكوب، فهذا تقلد، وانا ما اريدكم تاخذون التقليد، بالتالي ما راح تحصلون على نتائج حلوة، ما راح تستفادون من عنده، ودائما احنا نبعد عن التقليد. فبما انه تقلد، اول شيء خلينا نصلح الخطأ. الخطأ انه لازم نعرف التقليد من الاصلي. الاصلي دائما ينكتب هنا ابو بنات فوق، ينكتب اي اتش اي، ما ادري اذا واضحه عندكم هنا. اوكي، اي اتش اي، اذا ماكو هذه هنا تشوفوها معناها هذا مو الاصلي، بالتالي ما راح تاخذوه لانه ما راح تستفادون من عنده. فمن 8000 دينار الى 5000. حلوين والله، انتوا تكون مثلي بشرفكم، ترى ماكو مثلي والله العظيم، اخر حبه سويت لكم اياها 5000. وايضا هذا الكلام مو بس للنساء، انا اعرف كل زين مدى اهمال بعض الرجال لقدمهم، ما عندهم وقتهم واهتماماتهم انه يقعد يزيت رجليه او يهتم بيها او يحط لها انتي بكتيريا، او مو اهتمامات. انا اعرف كل زين حدا بس على قد انه يغسل الرجل تكون نظيفه وحلوه وبس. لكن بعض الرجال يعانون من مشكله رائحه القدم، ربما احيانا صوت يعني اجلكم الله الحذاء، ربما جوارب هي اوريدي تطلع ريحه غير مرغوب بيها. فهذا شو تسوون؟ بخه واحده، طبعا انا ما اقدر اصور لكم قدمي فمضطره اصور لكم على ايدي. شوفوا بخه قبل لا تلبسون الجوارب، شوفوا الجسم شلون باعوا. شوفوا شباب شلون الجسم امتصه. طبعا انتم لا تسوون هاي الحركه لان هو مو للايد، هو للقدم، ولكن مقامكم عندي كبير فما اقدر اصور قدمي. هاي هسه امسحها. شوفوا باعوا مليان زبده الشيا، يعني هيك البشره او الجلد يمتصه يشربه تحسون، بس تلبسون بعدها جوارب او من غير جوارب اصلا لانه هسه حاره وصيف.
وتنسون أي رائحة غير مرغوب بها بالقدم، سواء طبعا الشباب أو البنات، حتى البنات أيضا أحيانا بعض الأقدام مالتهم أو الجوارب أو الحذاء عزكم الله يكون بها روائح مو مرغوب بها. فحتى نتخلص من أتها تماما تختارون أي طعم تحبوه أو أي عطر تحبوه، سواء بالتفاح أو سواء بالعسل أو بالخوخ يا عسل انتو او الفراولة، ثلاثتهم حلوين تبقى ذوقكم انتو. هاي خلصنا من عندها، شنو عندنا بعد؟ وبس ها هي سلامة روحكم، ما عندي بعد سالفة بخصوص هذا الموضوع. حجمه كلش حلو بنات وشباب ايضا، كل شوية راح تستفادون من عنده. بالنسبة لطريقة الاستخدام، تقدرون بعد الشاور وتقدرون ايضا قبل ما تنامون، وتقدرون قبل ما تطلعون طلعة مهمة. كل الأحوال ما راح يأخذ من عندكم شيء، بالجنطة، بالسيارة، بالمطبخ، بالحمام، بأي مكان مناسب، وسعره أيضا حلو جميل. ولتشوفون العبواز غيرها ترى بها هو خير من الله بركة تكفيكم. أوكي هسا أحط لكم أماكن المبيعات، بس من هاي الأماكن اللي أنا حنزلها تقدرون تأخذوا تتهنون بي وتدزولي تجاربكم، ولو بالفترة المسبقة يمكن الأسبوع المقبل دزيتوا لي كثير من التجارب.